بنشارك بعض مع بعض في حملات للإفراج عن معتقل الرأي. محمد كان حاضر في المحكمة مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح كمحامي، وللأسف اتقبض عليه من داخل المحكمة وهو بيعمل شغله. وللأسف محمد لحد دلوقتي موجود في السجن العقرب 2 ولسه مستمر فيه، انه مش قادر يشوف يعني مش قادر يشوف الشمس، مش قادر يخرج من الزنزانة، مش قادر يمشي، مش قادر يعيش حتى حياة عادية جوه السجن. الوقت جوه السجن بيصبح بعد كده شيء غير موجود، يعني فكرة انه انت بتفضل تنتظر وعندك امل انه هتخرج في الجلسة الجاية، وبعدين تلاقي نفسك 45 يوم تجديد. من الحاجات اللي أنا حابب أشوفها بتتغير في مصر إنه يبقى فيه حرية صحافة. عايزين يبقى فيه أحزاب سياسية، حتى لو هي أحزاب سياسية مش يعني ما عندهاش خبرة كبيرة، يبقى عندها القدرة على التجربة إنها تخوض انتخابات. ما بقاش فيه حد بيقول رأيه وتسجن. يعني كل ده أنا أعتقد إنه مهم يتغير في مصر. حلمي إن إحنا نبقى دولة ديمقراطية ودولة بتؤمن بحرية الآخر.